معكم هدى عثمان لتقديم تقرير تريدينج سنترال ويب تي في الأسبوعي. اليوم هو يوم الاثنين الرابع من شهر يونيو لعام 2018. أسبوع جديد للتداولات بالولايات المتحدة، وستستمر أخبار الأسبوع الماضي في التأثير على الأسواق، وخاصة أخبار فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضرائب على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك. إضافة إلى ذلك طبعا تقرير العمالة الشهري الذي صدر يوم الجمعة سيؤثر على الأسواق اليوم. معدل البطالة جاء كما كان متوقعا ولم يتغير، فبقى عند مستوى 3.9%. عدد الوظائف التي تم إضافتها جاء فوق التوقعات، والتي كانت تشير بأن سيصل عدد الوظائف إلى 188,000. ننتقل للعملات. بالنسبة لزوج اليورو دولار، هذا الزوج يتجه للانخفاض. الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي يتجه للانخفاض أيضا. الدولار مقابل الين الياباني مستوى مقاومة الرئيسية يقف عند 109.10. أما الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي فهذا الزوج لا يزال مرتفعا، والزوج عليه التركيز ويرتد فوق مستوى الدعم الأفقي، ولا يزال يدعمه المتوسطات المتحركة المتصاعدة، ولذلك يفضل الشراء فوق مستوى 0.6960، ومع وجود الأهداف عند 0.7025 ثم 0.7050. البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي، هذا الزوج مرتفع طالما بقى مستوى 7394 كمستوى دعم، والنقطة المحورية تقف عند 7394. أما الذهب فسعر الذهب يواجه ضغطا، والذهب عليه تركيز، يفضل البيع دون مستوى 1306.75 مع وجود الأهداف عند 1298.25 ثم 1295.75. أما إذا تخطى سعر الذهب فوق مستوى 1306.75 يؤدي ذلك للمزيد من الارتفاع، ومع وجود الأهداف القادمة عند 1311 ثم 1315. الذهب يرتد ولكنه يقف دون مستوى المقاومة الأفقية عند 1306.75. وأخيرا سعر الفضة يتجه للانخفاض.